السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخباركم إيه يا رب تكونوا بالف ألف صحة وخير النهاردة هنعمل العجة المصرية بطريقة واو هتطلع معاكي تقولي شى إيه يا أختي كيكة إيه الجمال ده تابعوا <applause> الفيديو للآخر هتلاقوها طريقتها حلوة جدا كمان هنقول موضوع يمكن مش عارفة غلط صح وحصل قدامي في السوق وأنا بشتري خضار يمكن أغلبية الستات بتعمل الحاجة اللي أنا هقولها دي بس برضو عايزين ناخد رأي بعض إذا كان الموضوع ده صح ولا غلط حابة رأيكم جدا فيه لكن قبل ما نبدأ أي حاجة ما ننساش نسمي الله وندخل على الطريقة والمقادير أو أول حاجة عملتها حطيت طاسة على النار حطيت فيها نص كوباية من الزيت ومعايا هنا كوباية ونص من البصل المفروم أنا فرماه في الكبة مش ناعم قوي ومش خشن قوي عايزاه حاجة وسط كده انا ما تستغربوش من كميه البصل هي مش كتيره ولا حاجه البصل ده بصل اصفر اللي هو البصل الصعيدي فالسكر اللي فيه بيكون عالي بيطلع ميه وبعد كده بتلاقيه خس معاكي شايفين الزيت مش باين معايا في الاول لكن بعد كده هتلاقوا الزيت بدا يبان معانا هفضل اقلب فيه كده واشوح فيه على نار متوسطه لحد ما الاقيه دبل معايا وما اخدش لون انا مش عايزه البصل ياخد لون خالص معايا نرجع بقى للي حصل قدامي في السوق يمكن أغلبية الستات بتغلط الغلطة دي وما نعرفش إذا كانت غلط ولا صح كنت واقفة بنقي بطاطس واتنين كانوا واقفين بينقوا بطاطس جنبي وأنا ما كنتش أقصد أسمع الكلام ده إحنا يعني واقفين على بياع وفي شارع واحدة بتشتكي الواحدة من جوزها ودي الحال وي 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 هما تقريبا الاتنين صحاب جدا فبتقول لها مضايقها عليا وعلى طول جبتي بإيه وجبتي بكام وبيديني فلوس على القد ومضيقها خالص ومش عارفه ايه قالت لها بقى لا انا اشطر منك انا بعمل ايه سوق زي ده الخضار فيه رخيص خالص هو فعلا كان الخضار في اليوم ده رخيص جدا قالت لها بعمل ايه بيديني مثلا 200 جنيه برجع اقول ان انا اتسوقت بال 200 جنيه وانا بكون مثلا متسوقه ب 120 130 والباقي هو ما بيعرفش عنه حاجه حابه بس ارجع للوصفه بتاعتي النهارده وهي العجه بعد ما البصل دبل معايا شايفين ما أخدش لون وخس معايا وقل والزيت بدا يبان ضفت عليه فلفلايه حمراء وفلفلايه خضراء وطماطمايه كل ده متقطع مكعبات صغيره جدا بديله تشويحه وبهدي النار وبغطي الطاسه دي وبسيب الميه تدوب معايا في البصل هي والفلفل عايزاها تدوب خالص فههدي النار بعد التشويح وبعد كده بغطيها لحد ما بتجيب ميتها وتكون كمان الطماطم استوت معي المهم راحت قايله الكلمتين اللي انا قلت لكم عليهم دول وقالت ان هي زي ما بنقولها كده بالبلدي بتخنصر من مصروف البيت فقعدت تقول هو مش حرام هو مش عارفه ايه قالت خالص وما يعرفش حاجه عن الفلوس دي وبتجيب فيها مثلا اللي نفسي فيه طيب السؤال هنا بقى اللي بيطرح نفسه انت بتجيبي اللي نفسك فيه زي ايه مثلا يعني انا مش فاهمه زي ايه لبس طب ما هتلبسيه قدامه وهيشوفه مش معقول يكون اكل ما انت هو مديك الفلوس اصلا علشان تشتري الاكل انا بصراحه استحرمت الموضوع جدا شايفين ده شكل خلاص البصل بعد ما حطيت الطماطم وحطيت الفلفل ودابوا معايا بعد كده طفيت عليهم النار وسبتهم لما بردوا تماما بعد كده بدات احضر في العجه قبل ما احضر اي حاجه بقى من دلوقتي شغلت الفرن بتاعي على درجه حراره 180 علشان يسخن كويس جدا معايا هنا في الطبق ده سبع بيضات نص معلقه صغيره فلفل اسود ونص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه ومعلقه كبيره من الخل معايا كوبايه من الدقيق معلقه كبيره من البيكنج باودر رشه برده من الفلفل الاسود وكمان نص معلقه من التوم البودر حطيت رشه ملح على الدقيق هنا ورشه ملح على البيض معايا هنا بقى الخضره اللي انا هستخدمها معايا حوالي كوبايه ونص من الخضره انا معايا هنا كزبره وبقدونس انا حابه لونها يطلع معايا فاتح لو انت بقى حابه لونها يطلع معاكي غامق شويه حطي فيها معلقتين كبار شبت مفروم هيطلع معاكي اللون الاخضر الغامق لكن زي ما قلت انا بحب لونها يكون فاتح معايا فما بضيفش شبت ببدأ بقى هت يعني هتستغربوا بقى من الخطوة دي ببدأ اضربها زي ما احنا شايفين بالمضرب الكهربائي كده طول العجة وانا بضربها كده حابة انتي تضربيها بمضرب يدوي اضربيها براحتك بس انا بحب اضرب البيض في الخل والملح والفلفل والكزبرة الأول واحب ان حجمه يتضاعف ده بيساعد ان هي تنفش معايا زي الكيكة بالظبط وتبقى هشة وطرية جدا وده اللي هنشوفه في اخر الفيديو بعد ما بيتضاعف بقى حجم البيض معايا ببدا اضيف اول حاجه الخليط اللي احنا عملناه اللي هو البصل والطماطم والفلفل بضيفه واحده واحده مع الضرب المستمر لحد ما بيخلص معايا خالص طبعا بقلب كمان المواد الجافه دي على بعض كويس جدا قبل ما بضيفه المهم بقى نرجع لموضوع الاثنين الستات دول ده اللي حصل قدامي فقعدت تقول تصدقي فكره مش عارف ايه وتشجعت قوي وتحمست وقالت لها فعلا انا هعمل كده ولو سالني جبت الخضار بكام هقوله جبته بكذا وخلاص وانا جبت الخضار اصلا بس أنا بكذا قالت لها فكره حلوه وانا لو احتاجت الفلوس ولا حاجه طب ما انت هتحتاجيها هتوديها فين هو ده بس السؤال يعني انا اللي حيرني في الموضوع كله ان انت هتحتاجيها في ايه او هتوديها فين هي كده كده مرجوعها ليه برضو فليه ما نبقاش مثلا صرحة مع بعض ليه ما تبقيش صريحة معاه وتقولي له ان انا وفرت من فلوس الخضار وهشتري من فلوس الخضار اللي وفرتها هشتري بيهم حاجة انا عايزاها على فكرة هو مش هيقولك لا لان انت وفرتيها من حاجة هو مديها اصلا فملوش انه يرجع ياخدها تاني كلميه بالطريقة دي احسن آه ما يبقى في يعني مدارية وزي ما بقولها كده انا حسها خيانة دي خيانة في المال دي وجهة نظري انا يعني انا وجهة نظري استحرمتها بصراحة اول حاجة فكرت فيها هي ان هي يا ترى هتلحق تروح بالفلوس دي ولا لا دي حاجة مهمة قوي نرجع بقى للعجة بعد ما خلصت خليط البصل وضربته كويس جدا على البيض بدأت اضيف الخضرة واحدة واحدة لحد ما خلصتها مع الضرب المستمر اخر حاجة بضيفها هي الدقيق وبضيفها شايفين انا بضيفه ازاي رشة كده من على الوش وبرجع اضرب آه برش واحدة واحدة وارجع اضرب برش واحدة واحدة وارجع اضرب لحد ما بخلص كمية الدقيق كلها معي فالموضوع دوت نرجع له تاني طبعا الموضوع بصراحة اخدني جدا كل اللي بقيت ماشية فيه افكر فيه طول آه الطريق او طول السوق يا ترى هتلحق تروح بالفلوس دي لو قابلت ربنا وهي ناوية على النية ان هي تداري وتعمل طيب ايه اللي هيحصل يعني انتي قد الذنب ده لو هو فعلا ذنب والتانيه بدات تحلل لها يعني هي التانيه بدات تحلل لها وتجيب لها نصوص من الدين وفلانه راحت لرسول الله عليها افضل الصلاه والسلام وقالت له جوزي بخيل حسيت ان هو موضوع اوفر اوي يعني انت حللتي وحرمتي من دماغك ازاي ازاي يعني انا مش فاهمه انا معايا هنا بقى صينيه مقاس 30 حطيت فيها زيت ما بدهنهاش دقيق ولا حاجه خالص ما تقلقوش هي بتفصل وحطيت فيها الخليط بتاعي ودخلت العجة فرن على درجة حرارة 180 الفرن كان ساخن قبلها قبل ما بحضر اي حاجة أه ببدأ أسخن الفرن أخدت معايا نص ساعة زي الكيكة بالظبط ده شكلها بعد ما طلعت معايا شايفين عاملة قد, قد إيه عاملة إزاي لونها حلوة قد إيه هوريكوا إزاي كمان هشة معايا بصوا بتتقطع معايا بسهولة جدا حابة أوريكوا بقى شكلها من جوه حاجة وهم بصراحة ده اللي كان حاصل قدامي في السوق خفت أتدخل طبعا من تدخل في ما لا يعني سمع ما لا يرضي فما حبيتش أن أنا أتدخل أو زي ما بيقولوا كده بالبلدي أنا قلقت أن أنا أتدخل تكون الست اللي معاها دي اللي هي كانت بتنصحها طبعا أن هي تاخد بمصروف البيت هي شكلها جديدة شويتين فبصراحة ما حبيتش أتدخل خالص آه لكن انا من وجهه نظري اللي انا قلته ده آه ان هو انا شايفاه حرام لو انت وفرتي فعلا من مصروف البيت او من فلوس الخضار وشايفه ان انت جبت خضار هيكفي الاسبوع وفايد معاكي فلوس قولي له انا فايد معايا فلوس وهجيب بيها كذا هجيب بيها ليا حاجه محتاجاها هجيب بيها ليا حاجه نقصاني انت مش قادر توفرها لي شايفين شكل العجه يا جماعه طالع عامل ازاي ولسه سخنه بصوا بتدخن معايا احنا بصراحة بنحب ناكلها سخنة كده جنب شوية سلطة وعيش بلدي بتبقى حلوة جدا ويا سلام بقى على بتنجانتين مخللين هسيب لكم برضو لينك البتنجان المخلل في صندوق الوصف شايفين هشة قد ايه مش معجنة ومستوية ولونها في منتهى الجمال يلا بقى جربوها وبعتولي صور تطبيقاتكم على صفحتي اللي على الفيسبوك وكمان هستنى رأيكم في موضوع النهاردة اللي يمكن في ستات كتيرة قوي بتقع فيه وقولوا لي هم فعلا كده صح ولا غلط ولا الدنيا واخدانا لحد فين رايحة بينا فين مش معقول هنحلل ونحرم يا جماعة بمزاجنا احنا في دين في شرع في خيانة أمانة هو أمنك على مبلغ وأمنك على بيت وعلى فلوسه لازم تصوني الأمانة دي وتكوني قدها علشان يوم ما تقابلي أه وجه كريم ربنا يكون فاتح لك ابواب جنته مش ابواب ناره. وده بقى كان فيديو النهارده معاكم يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم كان معاكم ايمان سعيد اشوفكم على خير ان شاء الله. الفيديو الجاي وما تنسوش لايك وشير للفيديو واشتراك في قناتي على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع السلامه.